السلام عليكم، حلقة جديدة من قصص ومعلومات. كلنا عارفين اللعبة الشهيرة فورت نايت. اللعبة اتصنعت يوم 27 يوليو 2017، عكس لعبة بابجي خالص اللي اتصنعت يوم 27 عكس لعبة بابجي اللي اتصنعت يوم 23 مارس 2017. خلونا نبدأ الكلام على مارشميلو. بص يا عم، مارشميلو ده بتاع مارشميلو ده بتاع دي جي، لا مش مهرجانات بقى وكده، لا لا مش الكلام ده خالص. بينزل حفلات في امريكا، هو صاحب اشهر مزيكا على اليوتيوب بعنوان الون بمفرده، والمزيكا دي محققه اكتر من مليار مشاهده على يوتيوب و10 مليون لايك. يا رب اجيبهم. ايه بقى علاقه مارشميلو بلعبه فورتنايت؟ طبعا كلنا عارفين شركه الالعاب المشهوره الكبيره ايبك جيمز، مدير تنفيذ الشركه دي تواصل مع مارشميلو وعرض عليه ديل. قال له بص يا عم مارشميلو، ايه رايك تيجي عندنا في لعبه فورتنايت وتعمل عندنا حفله، وهنديك اضعاف مضاعفه اللي انت بتنزل في الحفلات اللي هي في الواقع اللي هي الحفلات الحقيقيه. اما مارشميلو قال له انا معاك في اي حاجه. ايه؟ فتعاون معاهم. وهنا المفاجاه، يا ترى فورتنايت دفع كام لمارشميلو؟ مجلة ذا بوست الأمريكية أعلنت عن الرقم، المبلغ كان 20 مليون دولار. أنا بصراحة مش عارف ليه دفعت المبلغ الضخم ده، لكن شركة إيبك جيمز طلعت شركة ذكية جدا، أكيد مش هتدفع كل الفلوس دي إلا لو هترجع لها بزيادة. وهنا الجد بقى، لو في مليون واحد اشتروا سكن مارشميلو بالرقصة بتاعته، تقدر فورتنايت ترجع كل الفلوس اللي صرفته. طبعا مليون واحد ده قليل جدا بالنسبة للعبة بيلعبها 85 مليون لاعب نشط حول العالم، وانا مش من ضمن ال 85 مليون للاسف. في 15 مليون منهم بيدخلوا على الايتم شوب بشكل دوري، يعني في 15 مليون لاعب متعودين يشتروا سكنات على طول، واكيد لما ينزل سكن مارشميلو الشخصيه المشهوره الشخصيه المحبوبه وسط الجماهير، اكيد الناس هتجري ومش هتتردد وهتشتري. الصفقه دي من اذكى الصفقات اللي عملتها شركه فورتنايت، وغير انها كسبت الفلوس، لا دي كسبت جمهور مارشميلو كله. وانا بصراحه شايف ان منافس فورتنايت الاول والوحيد هو ببجي موبايل. اللعبه دي او الشركه اللي مصممه اللعبه دي مش بتعمل اعلانات زي فورتنايت مثلا، لكن ليها جمهور واسع بردك وكبير. مش بتعمل اعلانات رغم كده ان ليها محبين وعاشقين للعبه زي انا مثلا. هسيبكم دلوقتي مع شويه لقطات حدث او حفل مارشميلو مع فورتنايت. بس كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك الحلقات الجديدة، ونوصل الفيديو ل 50 لايك. بس كده اشوفكم في الفيديوهات الجاية والحلقات الجاية قصص ومعلومات. السلام عليكم.